لا، الكاميرا في الاخر خالص، هناخد صوره مع الدكاتره ان شاء الله، لكن دلوقتي لا. جاهد، اتفضل. طب اوكي ميرسي. انا سارة عبد اللطيف، هبدأ ابريزنت بروجكت انالوج لاي اوت اوتوميشن، وهيبريزنت معايا محمد هاني ومصطفى بهاء. التول بتاعتنا احنا سميناها دايكسترا ايدد جلوبال اوتوماتيك راوتر، والامبلمنتيشن بتاعتها از دان ويز بايثون. الاوتلاين بتاعنا هيكون كالاتي: اول حاجه هنتكلم عن موتيفيشن اند ليتريتشر ريفيو، هناخد فكره عن الفول تول اوفر فيو، هنبدا نتكلم عن البروبلم ستيتمنت والفلو اللي احنا مشينا بيه، هنشو الريزلتس بتاعتنا، يبقى في سامري في الاخر، بعدين هنتكلم عن الفيوتشر ورك، وفي اخر سلايد في الريفرنسز اللي احنا احتاجناها يعني لونج البروجكت بتاعنا. اول حاجه موتيفيشن اند ليتريتشر ريفيو، احنا ليه بنحتاج اوتوميشن؟ الاوتوميشن دي بتخلي بتسيف تايم، بتساعد ان يكون في هاير برودكتيفيتي، ات ميكس اور لايف ايزير. يعني الديجيتال سيركت جنرالي الديجيتال كله يعتبر فولي اوتوميتد، بيبقى فيه ديجريز اوف فريدم اكتر، الديجيتال انجينيرز بيقدروا ان هم يشتغلوا كومبليتلي ايزوليتد عن بعض most of the time. لكن الانالوج لحد دلوقتي يعتبر الانالوج لاي اوت اوتوميشن تاسك از هارد وان، ده نتيجه انه دايما بيبقى في كونتينوس فيدباك ما بين الانالوج ديزاينر واللاي اوت انجينير، ده غير طبعا الكونسترينز العنيفه الماتشنج والباراسيتكس والحاجات، اي سلايت ديفرنس ممكن يبوظ الفانكشناليتي بتاعه السيركت. فانا لو عندي تشيب 70% of the chip is digital area wise و 30% is analog، هلاقي ان الافورت ديديكيتد للانالوج هيبقى هو ال 70% مثلا، والديجيتال هيبقى البرسنتج اقل. دلوقتي هنتكلم عن ابروتشز للاوتوميشن ابروتشز. اول حاجه عندنا حاجه اسمها تمبلت بيزد. تمبلت بيزد هو الانالوج لاي اوت انجينير بيبقى عامل تمبلت، بيبقى معرف فيها ريليتيف بوزيشنز بوزيشننج ما بين مثلا البلوكس من غير ما يحط امبليسيت ديفينيشنز، بتبقى زي ريفرنس بالنسبه له، ويبدا يريتارجت التمبلت دي بحيث ان هو يستخدمها بعد كده، يأدت التمبلت دي يقدر ان هو يستخدمها لو راح مثلا من تكنولوجي نود لتكنولوجي نود ثانيه، بيبدا يعمل تشينجز عليها من غير ما يستارت فروم سكراتش. تاني ابروتش بالنسبه لنا هو البروسيجرال، والبروسيجرال ابروتش هو من اسمه كده زي البروجرامينج بالظبط، ان انا بقسم التاسك بتاعتي للبروسيجر، ولازم كل شويه افيد البروسيجر دي بالسبيشال كيسز بتاعتي بحيث ان عشان تقدر تكفر as much as it can، يعني it needs to be updated. بس مشكله البروسيجرال ان بيبقى فيه lack فيها يعني lack the flexibility to accommodate wide changes. يعني انا لو عايز انقل من تكنولوجي لتكنولوجي تانيه ممكن احتاج ان انا redesign من تاني وstart from scratch. ال approach بتاعنا يعتبر بايظ ناحيه البروسيجر. يعني optimization optimization flow هنا برضو انا بيبقى عندي cost functions، بيبقى عندي constraints objective معين. الفرق بتاع ال optimization عن الباقي ان انا بختار the best and the optimum solution out of many، فبالتالي انا ببدا اران اوبتمايزيشنز كتيره علشان بيبقى عندي اي هيوج سيت اوف سولوشن وعايز اختار ذا اوبتيمم وان، مش السولوشن اللي بتطلع باخدها كده على طول. فالعيوب بتاعها ان هي بتبقى محتاجه كومبيوتيشنال باور عاليه جدا وبتكون ميموري هانجري، وزي ما قلنا ان البروبوز فلو متجه ناحيه البروسيجر الاكتر. هنبدا دلوقتي نتكلم عن الفول تول اوفر فيو. احنا البروجكت بتاعنا يعتبر بارت اوف فول لاي اوت اوتوميشن تول، فالتول بتبقى الفلو بتاعها ماشي كالاتي: بقى عندي سكيماتيك تك ريدر، دي بتبدا تقرا البلوكس بتاعتي والتكنولوجي اللي انا عندها، لان كل تكنولوجي بيبقى ليها الدي ار سي فايلز ورولز بتاعتها، ايه الانواع البلوكس اللي ممكن اقراها او السيركتري اللي ممكن اتعرض لها. عندي current mirror, differential pair, passive devices, resistors, capacitors, inductor، والspecial case بتاعتي اللي هي single transistor. عندنا بعد كده البلايسر. البلايسر ده بي include two major tasks: الماتشنج باترن والفلور بلانر. الماتشنج باترن ان انا بجنريت بحاول ان انا احافظ على الماتشنج ما بين الديفايسز بتاعتي، سواء بقى باستخدام تكنيك زي الكومن سنترويد والانتر ديجيتيشن. والفلور بلانر ده اللي هو بيحاول بقى ان هو يظبط الريليتيف بوزيشننج ما بين البلوكس بتاعتي، ويسيب بقى الشانل كافيه للراوتس والشيلدنج والكلام ده. وعندنا راوتر، والراوتر ده بيبقى فيه حاجتين: بيبقى فيه بلوك راوتر وبيبقى فيه جلوبال راوتر. البلوك راوتر ده بيبقى الانترنال راوتنج بتاع البلوك، والجلوبال راوتر اللي احنا بنعمله ده هو الاكسترنال، ان انا يعني براوت الاكسترنال بنز، خلاص البلوكات حصل لها ماتشنج وحصل لها فلور بلاننج، ببدا ان انا اراوت ما بينهم.
المفروض انه الشغل ده يعني كان ما بين كاري يونيفرسيتي اي اس يو وزويل يونيفرسيتي. احنا شغالين في الجلوبال راوتر وبقيه التول اتس جوينت ورك ما بين اي اس يو اند زويل يونيفرسيتي. دلوقتي هنتكلم بقى عن البروبلم ستيتمنت والبروبوز فلو. اول حاجه given جروب اوف بلوكس، البلوكس دي معموله للانترنال ماتشنج والفلور بلاننج بتاعها، وعندنا البان زي ما احنا شايفين بالسيجنال نيمز. احنا الهدف بتاعنا ان احنا نراوس ما بين البان دي، حاطين في اعتبارنا السيجنال برايورتي، حاطين في اعتبارنا الماتشنج بتاع الراوتس، وان احنا نكيب الباراسيتكس از لو از بوسيبل. هنبدا نتكلم عن الفلو دايجرام دلوقتي. اول حاجه عندنا السيجنال ايدنتيفاير اند كلاسيفاير، فده بيكلاسيفاي بيبريوريتايز السيجنال. بيبقى عندي سي دي ال ريدر، سي دي ال فايل ده انا ببدا اكستراكت منه انفورميشن عن السيجنال. السيجنال تايب هلاقي ان السبلاي وديها برايورتي، طبعا السبلاي بتاخد الفيرست برايورتي خصوصا في الانالوج. لو انا شغال له لو فولتج يعني ببقى عايزه احافظ على الفولتج بتاعي ده يعني يكون انتاكت ما يحصلوش اي حاجه. الفولتج طبعا بتبقى نويز سنسيتيف، الكرنت والديجيتال كنترول. الديجيتال كنترول بتكون نويز سيجنال والفولتج نويز سنسيتيف، فالكرنت اتس سام سورت اوف شيلدنج ما بين الفولتج، يعني بيشيلد الفولتج من الديجيتال كنترول. بعد كده عندنا الشانل استيميتر، وده محمد هاني هيتكلم عنه. هو المفروض ان هو بيديتكت الفيرتيكال والهوريزونتال شانل، يعني بيبدأ يديتكت الانترسكشن ما بينهم اللي هي النودز، النودز بتاعتنا. والنود والمفروض الاوتبوت بتاع الشانل استيميتر هيفيد النود بيلدر، ده هتكلم عنه. هو بيالوكيت البنز تو ذا نيرست انترسكشن، فيرتشوال الوكيشن، بيودي البنات دي للنودز القريبه منها. بعد كده في الشورتست باث فايندر، ده هاني هيتكلم عنه. ده بيبدأ برضو فيرتشوالي الوكيت الراوتد باث، الراوتنج باثز، برضه حاطط في اعتباره حاجات معينه زي مثلا السيجنال برايورتي، الميتلز والميتال لايرز والحاجات دي. واخر حاجه عندنا هو الديتيل راوتر، ودي مصطفى بهاء هيتكلم عنها. هو بيبدا ان هو يحدد الراوت كوردينتس، وبيبدا ان هو الاوتبوت بتاعه بيكون طبعا تيكل سكريبت، والتيكل سكريبت ده بنحوانس ان هو بنحطه في التول بيعمل فيزيكال بليسمنت لايه للراوت. اول حاجه هنتكلم عنها هو السيجنال ايدنتيفاير اند كلاسيفاير، تمام. احنا بنبقى طالبين required naming format بتبقى بالشكل ده، انه بيبقى عايزين البلوك instant name، بيبقى عندنا السيجنال تايب. السيجنال تايب دي هي زي ما اتفقنا، هي ممكن تبقى supply voltage current digital control. بيبقى عندي السيجنال نيم، وبيبقى عندي الويد اللي هو بيهمني الويد. طبعا حتى لو معلومة الكرنت موجودة احنا already عندنا function ممكن تcalculate يعني الويد from the current. الاكزامبل الموجود هنا لان البلوك instant هنا مثلا impulse generator، عندي سيجنال 1 نوعها مثلا ديجيتال، سيجنال 2 فولتج، وبعد كده عندي البلوك نيم في الاخر. الاوتبوت الاوتبوت تكست فورمات بيطلع بالشكل ده، بيبقى عندي السيجنال نيم، بعدين النت ويد والسيجنال برايورتي. فعندي مثلا سيجنال 1 الويد بتاعها 2 والبرايورتي بتاعتها 4. فلو بصينا في التيبل دي معناه ان السيجنال دي تعتبر سبلاي. البرايورتي ده بيبقى ويت احنا بنديه اكوردنج تو اهميه السيجنال دي، زي ما قلنا سبلاي كومز فيرست، بعد كده فولتج كرنت، بعدين ديجيتال كنترول. والران تايم زي ما توضح in order of milliseconds. دلوقتي هاني هيبدأ يتكلم عن الشانل استيميتر. طيب هو زي ما ساره شرحت، الشانل استيميتر هاز ا فيري سمبل تاسك، هو انه يريبورت اللوكيشنز بتاعت الفيرتيكال والهوريزونتال شانلز، ويريبورت اماكن الانترسكشنز ما بينهم. فمبدئيا بنعمل شويه ديفينيشنز بنشتغل بيها في الالجوريزم. اول حاجه الفيرتيكال شانل بنجيب بوينت ذا ريكتانجل الونج الواي اكسس، والهوريزونتال شانل ريكتانجل الونج الاكس اكسس، والنود بتبقى انترسكشن ما بين اي تو فيرتيكال او هوريزونتال شانلز. الاكزامبل ده كان بروفايدد من ساي فيجن، جيفن الباوندنج بوكسز بتاعت الانالوج بلوكس ديفايند از البوتوم ليفت والتوب رايت كورنرز. اول خطوه بنبتدي ان احنا بنعرف جريد ريزولوشن علشان نماب اللاي اوت بتاعنا لنم باي اري، بحيث ان هو يكون سهل في الديبوجنج والفيجواليزيشن عشان نقدر نتابع الالجوريزم بيشتغل ازاي. علشان نقدر نتابع الالجوريزم هنكمل بفيجرز. فاحنا زي ما قلنا بنماب اللاي اوت لنمباي اري ديزيجنيتنج بلوكس زيروز والشانلز وانز، وبتبقى المهمه ان احنا نلاقي اماكن الوانز دي كباوندنج بوكسز. اول خطوه لو هن ايدنتيفاي الفيرتيكال شانلز بنسكان الواي اكسس وبن ايدنتيفاي جروبس اوف كونسيكوتيف وانز وبدايه ونهايه كل جروب منها، وبيبقى الخطوه اللي بعد كده ان احنا نلاقي الماتشنج ما بين الجروبس دي. فمثلا الاكسبكتد اوتبوت ان هو يقول لي عندي فيرتيكال شانل من كولوم 0 لكولوم 1 ومن رو 4 لرو 13
output الستيب دي في الفيرتيكال اورينتيشن بيكون بالشكل ده وفي الهوريزونتال اورينتيشن بيكون بالشكل ده. طبعا باين ان في بورشنز من التشانلز بتجت ريبورتد كذا مره ديفايند از الاوفرلاب وده بيبقى محتاج يتهندل، بس لقينا ان في اندرلاين بروبلم ثانيه محتاج ان هي تهندل كانت بتعمل مشكله. اكتشفنا الترتيب بتاع الهاندلنج بتاعها بعد تقريبا شهر ونص من الشغل، وهي الكروس اوفرلابس defined as portion defined as channels orientation reported for orientation while as in هي completely within another channel من orientation thing زي channel دي defined ان هي horizontal meanwhile ان هي جزء من vertical channel. الكروس اوفر لاب بيتحل على اساس التولر فيت وبالتالي channels دي بتجد ديسكورد. بننتقل بعد كده للاوفرلاب هاندلنج وده بيبقى وايدر بيس فيت وده بيبقى شكل الاوتبوت بتاعه في ال في الفيرتيكال والهوريزونتال اورينتيشنز. اندنج التو اورينتيشنز مع بعض بنطلع الاماكن النودز بيحصل عليهم نفس الفلو اللي احنا لسه شارحينه ده من هاندلنج كروس اوفر لابس والهاندلنج الاوفر لابس. كمان التولر فيت بيزز بتاع هاندلنج الكروس اوفر لابس كان هاندي جدا في النودز، لان احنا لقينا لو النودز هاندلد از ا تولر فيت فهيبقى probability ان هي تكونكت التشانلز مع بعضها هتبقى اعلى. Exoring النودز لوكيشنز مع الاوريجينال لاي اوت بنطلع الفاينل لوكيشنز بتاعت التشانلز. بيبقى خطوتين نعملهم هو كوركتنج اورينتيشن و دي نورمالايزنج اللوكيشنز اللي احنا طلعناها. كوركتنج اورينتيشن بنعملها بان احنا بنستعين باللوكيشنز اللي جات ريبورتد قبل كده في الستيب اللي فاتت، وبنكوركت اورينتيشن بتاعت التشانلز اللي هو ديفايند الاورينتيشن بتاعها. فدي مثلا ديفايند في الفيرتيكال واحنا عارفين ان هي كانت horizontal channel فبنعمل لها correction. اخر خطوه زي ما قلنا بنعمل denormalizing وبنطلع bounding boxes من reported locations. ده شكل الاوتبوت فورمات بتاعت الشانل استيميتور. التاكسونومي التكست فايل بتاعها بيكون بالمنظر ده. اول كولوم بيبقى الاورينتيشن، ثاني تو كولوم بيكون الباتم ليفت كوردينتس، وثاني واخر تو كولوم بيكون التوب رايت كوردينتس. حاولنا ان احنا نفيريفاي اكتر الالجوريثم بتاعنا فجربنا على كذا اكزامبل ثاني. اولهم الاكزامبل ده بيريبريزنت بلوك ليفل حاجه زي ال ان اي او اوب ام. زي ما حضراتكم شايفين كده التشانلز بتجيت ريبورتد بشكل مظبوط، وده بيمبلاي ان الفلو بتاع التول بتاعتنا كلها مش بس التشانل استيميتور يقدر ان هو يجيت ابلايد على الانتر والانترا بلوك ليفلز given ان الانترا بلوك يكونوا ماتش بيست وانترنالي راوتد والباوندنج بوكسز بتاعتهم ديفايند. دول تو اكزامبلز تانيين جربنا عليهم فور براكتيكال اكزامبلز. واحد كان بروفايدد من عين شمس اللي كانوا عاملين عليه الالجوريثم بتاع الفور بلانر بتاعهم، واحد كان بروفايدد من ساي فيجن اللي هو الديزاين كان اوريدي امبلمنتد. دي المين تيست كيس اللي كنا بنشرح عليها بلوك دايجرام واخترناها ان احنا نكمل بيها الهيت فلو دي اوينج تو سمبل جيومتري. ده تيبل بيلخص الران تايم بتاعت كل الاكزامبلز اللي حضراتكم شفتوها والسبيكس بتاعت الماشين اللي عملنا عليها تيستنج. في تو نوتس مبدئيا لو الاري سايز كبير جدا الران تايم بيزيد، لكن احنا متوقعين ان اكيد لو عملنا راننج على سيرفر الران تايم هيقل اكتر. كمان نقطه مهمه هو ان الاري سايز مش مهم على قد ما يكون في جريتست كومن ديفايزر ما بين الكوردينتس عشان نقدر نجيب كورس ريزولوشن اعلى فالاري سايز يقل والران تايم كونسيكوتلي يقل. دلوقتي صراحة هتكمل مع حضراتكم النود بيلدر. اوكي النود بيلدر زي ما اتفقنا ان هو بيعمل virtual allocation للpans to the nearest intersection. بيبقى مستني input من channel estimator. زي ما هني وضح channel estimator المفروض output بتاعه هيوضح لنا channel orientation whether هي vertical او horizontal والb box coordinates والnodes b boxes. b box دي اللي هي diagonal coordinate يعني. والfloor planner اللي هو team عين شمس بيعملوا بيدينا input file بيبقى فيه pin numbers والpin position. المفروض انه المفروض انه بنبدا اول حاجه خالص في النوت بيلدر انه نحدد الاورينتيشن بتاعه الشانل هي vertical ولا horizontal، وديبندنج على الاورينتيشن دي بنبدا نassign pins بتاعنا يا اما to the right او to the left according. تمام المفروض انه بعد ما بنassign pins بتاعتي to the channel interface ببدا ان انا اشوف في general case الشانل بتاعتي بتبقى surrounded by nodes to the left and to the right. فببدا ان انا اقيس ال distance ما بين ال pin وما بين ال node center وبجيت assign ال pin to the nearest node interface. زي المفروض
هو هيوضح دلوقتي هاني. اوكي زي هنا مثلا البنات راحت على الانترفيس دي، طبعا في سبيشال كيس انه الشانل يكون تحتيها نوت، تحتيها نوت بس او فيها نوت، ساعتها مش محتاج ان انا اشوف المينيمم ديستانس ما بين تو ديستانسز، على طول على طول باساين الايه البنس بتاعتي تو ذا نيرست انترفيس. المفروض الاكسبكتد اوتبوت للنوت بلتر فور ذا سكسيدنج موديول، الشورتست باث فايندر هيستنى مني هيطلع هياخد مني الشانل لينث وويدث، دول اوريدي بيكونوا كالكوليتد من النود بيلدر، بيستنى الاورينتيشن وبيحتاج يعرف البنز اسوشيتد في اتش نود، مش مهتم بالانترفيس. اما بالنسبه للديتيلد راوتر فهو بيستنى نفس الحاجات اللي محتاجه الشورت سباس فايندر، وان اديشن تو ذات بيحتاج يعرف الكوردينتس على اتش انترفيس. دلوقتي المفروض ده الفاينل اوتبوت بتاع النود بيلدر زي ما وضحت، المفروض موجود فيه كل الانفورميشن اللي محتاجها الشورت سباس فايندر ومحتاجها الديتيلد راوتر. هاني هيبدأ يتكلم عن الـ shortest path finder. طيب الـ shortest path finder بيستنى الـ input بتاعه من الـ channel estimator والـ node builder، بيبقى محتاج يعرف الـ pins associated لأنهي nodes، وزيادة بيبقى محتاج من الـ course يعرف أنهي metal layers available في الـ stack بتاعنا. احنا عاملين assumption ان احنا الـ metal stack بتاعنا 7 metal layers. الـ objectives بتاعت الـ shortest path finder summarized في few points دول. اول حاجه ان هو يبرفورم فيرتشوال راوتنج، او ان هو يالوكيت شانلز لنتس معينه. ثاني حاجه ان هو يمينتين مينيمم بارازيتكس على الالوكيشن اللي هو بيعمله ده، باي مينز اوف امبلوينج ا موديفايد فيرجن او بالجول دايجست شورت سباث الجوريزم. ثالث حاجه ان هو ديفاين اوردر يعمل بيه الفيرتشوال الوكيشن ده. رابع حاجه ان هو يفولو مانهاتن راوتنج سكيم بان هو يديفايد الميتال ستاك لايفن وود لايفن وود ميتالز، ويأساين الايفن ميتالز للهوريزونتال شانلز والاود ميتالز للفيرتيكال شانلز. اخر حاجه ان هو بيأساين ميتال لايرز سبيسيفيك ميتال تايبس بالشكل ده، فالتوب 2 ميتالز دايما بيكونوا للسبلاي. بنبلوك ميتال 7 لان هو ان احنا بنأسيوم ان هو الثيك ميتال، فبنقلل على قد ما نقدر الفرنجنج كاباسيتنسز ما بينه وما بين باقي الراوتس. الباقي من ميتال 6 وميتال 4 و5 بيروحوا للفولتج، وبنكمل بنفس الكونفنشن ده لغايه ما نوصل للبيست بريورتي سيجنال، بنديها الباقي من 2 متر 1. ليه اخترنا دايكسترا الجوريزم؟ لان هو برو اكتف راوتنج الجوريزم، فهو على طول ابديتد وعنده الراوتنج تيبل بتاع الجراف كله، وعارف كل نود هتروح لانهي لكل النودز الثانيه اللي في الجراف من غير ما يحتاج يحصل عليه ريكويست. ثاني حاجه تيبل بيست، فبالبروبر امبلمنتيشن بايثون ديكشنرز هيكون ايزي اكسس وفاست اكسس. ثالث حاجه هو ويل استابلش واكيد اوبتمايز، فكان سهل ان احنا نلاقي implementation والموديفاي عليه بدل ما احنا نحاول نعمل حاجه فروم سكراتش تبقى ان اوبتمايزد وكمان موديفاي عليه. الليميتيشنز والتشالنجز اللي قابلتنا واحنا بنحاول نمبلمنت الشورت سباث فايندر، ان الدايكسترا باي ديزاين بيتعامل مع 2 دي جرافس وبيفيل لو اتعامل مع النيجاتيف ايدج. الموديفيكيشنز اللي عملناها عشان اوفر كام التشالنجز دي، ان احنا عملنا كونديشننج للدايكسترا والالوكيشن بروسيس ان هي تافويد فيزيتنج نيبرز ويز ان افيلبل فلاج او التشالنجز اللي عندها insufficient width، ودي بتبقى defined ان ال width available يكون اقل من النت width اللي انا عايز اعمل لها allocation، او النت width يكون بيساوي زيرو. اي حاجه عملنا ال implementation بتاع الجراف بتاعنا ان هو يسمح ان يكون في metal stack فخليناه 3D. ده visual representation للجراف اللي احنا عملنا له implementation. الالجوريزم بتاعنا بيبتدي بان هو create priority list للجراف كلها defined as a weighted sum of priorities of the signals associated بكل node. في الاكزامبل بتاعنا نود ايه هي الهايست بريوريتي، بعد كده بندور على السبلاي سيجنال في الهايست بريوريتي نود، وبنرن دايكسترا الجوريزم. بنديفاين الاول الديستنيشن نودز اللي عندها نفس البن، بنكول دايكسترا الجوريزم عشان نجيب الراوتنج تيبل من السورس نود لكل الديستنيشن نودز الديفاين. بنبتدي بعد كده نعمل الوكيشن من الشورتست باث الريبورتد من دايكسترا الجوريزم، بعد ما بنكون اتاكدنا ان الشانل افيلبل وفيها سفيشنت ويدث. In case ان الشانل ما بقتش sufficient او الويدث اللي فيها مش مكفي، فالالجوريزم بتاعنا بيالاو ان السيجنال تدايف سنجل ميتال لاير لور تو مينتين الشورتست باث والمينيمم بارازيتكس. ده الاوتبوت فورمات بتاع الشورتست باث فايندر، ده التاكسونومي بتاع الاوتبوت فورمات. لو بصينا على السيجنال نمبر 15 هنلاقي ان هي سب تايب، وكان بيجت راوند على متر 6 و7، بس جه في الاخر لقى ان متر 7 ده انسفيشنت ويت، فعمل تارجنج لمتر 5. الران تايم اتعمل ان اوردر اوف ملي سكند، والتستنج اتعمل على نفس الماشين اللي اتعمل عليها تستنج بتاع الشانل استيميت.
دلوقتي مصطفى هيكونكلود مع حضراتكم البرزنتيشن وهيكمل اخر بلوك البلوك دايجرام اللي هو بيمنت الفيزيكال اكتر. اخر بلوك عند نعم يا دكتور اتفضل يا مصطفى. تمام تمام. اخر بلوك عندنا هيكون الديتيلد راوتر. المفروض الديتيلد راوتر مهمته الاساسيه هو ان هو ياخد الفيرتشوال باسز او الحاجات ديت اللي جايه من بقيه البلوكات ويحولها لاكشوال باثز يتعمل لها امبلمنتيشن على الستاك بفايز وميتلز. فاحنا عندنا في تو ديفينيشنز اساسيين في الديتيلد راوتر، حاجه اسمها النودز وحاجه اسمها التشانل. النود معروفه في الليتريتشر بسويتش بوكسز وهي بتكون عباره عن ريكتانجل عليه بينز من كل الاتجاهات، والمفروض ان المهمه الاساسيه بتاعت السويتش بوكس او عشان نسولف السويتش بوكس ده فاحنا بيكون معانا جيفن تو ميتال لايرز بنكونكت كل السيميلر نتس ببعض من غير ما يحصل اي نوع من انواع الشورتنج للميتالز ديت. اما بقى بالنسبه للشانل فهي مجرد سبيشال كيس من السويتش بوكس بيكون عليها على تو اوبوزيت سايدز بس، والتو سايدز التانيين بيكونوا فاضيين. وممكن كمان احيانا تكون للشانل دي سبيشال كيس منها كمان ما يكونش فيها اي بنات على الاطراف زي ما هنشوف بعدين يعني. هاني تمام. فده الشكل اللي احنا قلنا هنشتغل عليه اللي هو البلوك دياجرام دوت. في دي الهوريزونتال والفيرتيكال شانلز وفي النودز، والمفروض ان احنا هنطلع بقى الاوتبوت النهائي على الشكل دوت او الفاينل اوتبوت بعدين. الالجوريزم ببساطه اللي اتعمل بيه ديتيلد راوتينج كان بان احنا بنبدا من الليفت سايد، بنبدا ان احنا نراوت جاي لنا دلوقتي من النود بيلدر النودز وكل بين هتروح لانهي نود، فبنبدا ان احنا نرتبهم بحيث ان احنا نشوف مين البنز انهي بنز هتروح لانهي نود، وبنبدا بالليفت سايد بتاع الشانل دي احنا كله شغالين انها فيرتيكال شانلز، ونراوت الليفت اب سايد بعد كده الليفت داون سايد بالمنظر ده. بعد ما خلصنا الليفت سايد بنبدا ان احنا نعمل راوتنج للرايت سايد بنفس الطريقه، وفي الاخر خالص بنحط الباث ثرو باسز اللي هي بتكون جايه من نود A لنود B. دلوقتي الكلام ده بيكون عند الاوريجين في الاول، وبعد كده بنعمل اكسس ترانسميشن عشان خاطر ننقل الكلام دوت للمكان بتاع الشانل الحقيقي. اما بقى بالنسبه للهوريزونتال شانل، لو احنا عايزين هوريزونتال شانل بنأكت لايك ان هي فيرتيكال شانل عادي جدا، وبعد كده بنروح نعمل لها اكسس روتيشن 90 ديجري، وبعد كده بنعمل سويتشنج او سوابنج للميتال لايرز بحيث انها تكون بنفس الكونفنشن اللي احنا كنا حاطينه في الاول ان هو الفيرتيكال مثلا ميتال 1 والهوريزونتال 2 ما يتغيرش الكلام ده. بعد كده ده شكل الاوتبوت النهائي بتاع لكل شانل يعني. بيكون تيكل سكريبت زي ما ساره كانت قالت بنحطه بنعمله انفوكينج في التول، وهو بيأوتو بليس الراوتس، وفي تيكل سكريبت تاني بيأوتو بليس الفايز، وطبعا كل الراوتس اللي اون ذا سيم نت بيكون ليها نفس النت نيم عشان خاطر يجد ديتكتد يعني. بعد كده تاني حاجه هتكون بقى نود بيلدر. النود بيلدر ببساطه زي ما قلنا ان هو بيكون على الفور سايدز في بنز، فالانبوت بتاعه بيكون فور فيكتورز. الفيكتورز ديت بتكون بالبن لوكيشنز، 0 بيمبلاي ان مفيش هنا بن او مكان ده فاضي، 1 2 3 ده بيمبلاي ان في بن اسمها 1 او بن اسمها 2 او بن اسمها 3. بالنسبه للجزء دوت احنا دورنا كتير لحد ما لقينا في الاخر يعني الليتريتشر ما كانش مليان قوي والمشكله دي كانت كومبلكس، فلقينا في الاخر ان في كان حد بي اتش دي ستودنت كان عامل زي امبلمنتيشن لكود للديجيتال الجوريزم ديجيتال راوتنج الجوريزم جريدي، وكان جريد بيست، فده ما كانش هيبقى مناسب لينا لان احنا شغالين فاريبل ويدث لان احنا بنتكلم في انالوج. فده الاوتبوت بتاعه بعد ما عدلنا فيه هاني ده الاوتبوت بتاعه بعد ما عدلنا فيه شويه بحيث ان احنا نخليه يبقى مناسب شويه. مشكلته الرئيسيه ان هو جريد بيست، واحنا كنا عاملين حسابنا ان التشانلز بتكون بالظبط، ففي هنا نوع من انواع الاريا الزياده اللي ضيع او الويست في الاريا، فهنلاقي ان احنا مثلا مدخلين له الليفت والرايت مدخلين 5 اليمنتس بس، طلع عندنا زياده 1 اليمنت في الرو و1 اليمنت في الكولوم، فكده هو محتاج اريا اكبر من اللي احنا مدينها له. عشان نحل المشكله دي في الاخر خالص كنا لقينا حاجه في يعني بيبر منشوره من التسعينات بتكلم عن زي تراود بفاريبل ويدث، بس للاسف ما لحقناش نعمل لها امبلمنتيشن فهناجلها الفيوتشر وورك يعني. بعد كده هنا
ده شكل الفاينل ريزلت بتاع التول على الاكزامبل اللي احنا كنا بنتكلم عليه من الصبح. هو طلع ان هو دي ار سي كلين. بالنسبه لل في اس للاسف ما لحقناش نعمله، فالمفروض ان هو هيتعمل في الفتره الجايه يعني بعد كده. هنريكاب بقى بسرعه الفول تول اوفر فيو. يعني في البدايه بيكون داخل عندنا سي دي ال فايل وفلور بلان. السي دي ال فايل بيخش على السيجنال ايدنتيفاير وكلاسيفاير، بيبدا ان هو يعمل كلاسيفيكيشن للسيجنالز ديت حسب البرايورتي بتاعتها والكرنت بتاعها، ويدي الويدثز بتاعت الوايرز ديت او الراوتس دي. بعد كده بنخش على تشانل استيميتور، بندخل الفلور بلان عليه، بيبدا ان هو يعمل استيميشن ويطلع التشانلز والنودز اماكنها والاحجام بتاعتها والديتا بتاعتها. بعد كده بنروح على النود بيلدر، بيبدا ان هو يشوف كل بن، ياخد البنز وبياخد الاوتبوت دوت، وبيبدا ان هو يشوف كل بن المفروض انها جيت اسوشيتد لانهي، يعني كل بن المفروض انها جيت اسوشيتد لانهي نود. بعد كده كل الداتا دي بتروح على الشورتست باث فايندر، بحيث ان هو يبدا يعمل فيرتشوال راوتينج او بمعنى اصح جلوبال راوتينج. في الاخر خالص الكلام دوت بيخش على ديتيلد راوتر عشان يعمل فيزيكال بليسمنت للديتيلد للراوتس، ويحول الكلام ده لتكل سكريبت بحيث ان احنا مجرد نحطه في التول والراوتس كلها تجد بليزد مره واحده. بعد كده هني اخر حاجه بقى الفيوتشر وورك. فيوتشر وورك متقسم لكذا حاجه، كل بلوك فيه حاجات كان عايزين ان احنا نعملها بعد كده. اول حاجه الال شيبس محتاجه انها تجد هاندلد، لانها كان في احيانا يعني الاشكال اللي احنا حاطينها هنا في الاكزامبل ده كانت ريجولر، في احيانا اشكال irregular بتخلي ان النودز ما يبقاش شكلها rectangle زي ما احنا متوقعين، بيطلع شكلها L shape، فدي محتاجه تجيت handled. تاني حاجه زي ما لاحظنا في التيبل بتاع التايمينج بتاع الشانل استيميتور، لما الاري سايز بيكبر قوي بياخد الوقت بعد ما كان in seconds و milli seconds الوقت كبر. فدي المشكله دي بتبقى راجعه نتيجه ان احنا بنحول الحاجه دي للجريد، والجريد دي بتكون الريزوليوشن بتاعها بيزد على الجريتست كومن ديفايزر. فلو الجريتست كومن ديفايزر ده صغير جدا ساعتها المش دي بتكون كبيره، فعدد الامس بتكون كبير. واوبتمايزيشن تاني هو ان احنا برضو الالجوريزم نفسه الكومبلكسيتي بتاعته عاليه، فهنحتاج ان احنا نقللها شويه. بعد كده الهاندلنج بتاع الفلوتنج بوينت كوردينتس، احنا الالجوريزم كله كان مبني على ان احنا الحاجات كلها الجريتست كومن ديفايزر بينها وبين بعض تبقى تقريبا 1 على الاقل. فلو الفلوتنج يعني لو حصل وكان عندنا في بن موجوده في مكان مثلا 1.001 مثلا او في حته متشفته سنه، الشيفت دوت هيخلي الجريتست كومن ديفايزر بتاعنا يكون رقم صغير جدا، فلوتنج بوينت يعني 0.001 مثلا. فبص نلاقي ان المش بتاعتنا كبرت جدا، فهيطلع حاجه مش منطقي ان هي تتعمل، هتاخد ران تايم مش طبيعي، فدي محتاجة جيت هاندل برضو. بالنسبة للشورتست باث فايندر، فمحتاجين نقاد الحتة بتاعت ان احنا يكون عندنا فيه differential nets، وقصة ان احنا السبلاي والجراوند عادة بيفضل ان هما يكونوا ماشيين جنب بعض، فدي برضو محتاجة انها تضاف. ونحط shielding consideration، وفي برضو compromise ما بين ان احنا لو احنا عندنا راوت ممكن امشي في preferable metal بتاعه في نفس الوقت يعني، ويكون طريق طويل، وفي نفس الوقت ممكن امشي ادايف لميتال لاير تحت تحتيها على طول بس الطريق هيكون اقصر، فمحتاجين نشوف طريقه ان احنا نحدد مين احسن او مين الاوبتيمم في الاثنين دول. والدينستي رول كونسيدريشن، في حاجه اسمها دينستي رولز في اللاي اوت. في الدينستي رولز دي المفروض انه بنعمل فيلنج بميتال بعد ما نخلص اللاي اوت، بيكون في مينيمم ميتال لكل لاير، فاحنا محتاجين ان احنا نتشيك على الميتال دوت، لو كان اقل من المطلوب نعمل ميتال فيلينج، لو كان اعلى من المطلوب فاحنا محتاجين ان احنا نرجع نعمل ستيب ثانيه عشان نقلل الميتال دوت. اخر موديفيكيشن في الشورت سباث هو ان احنا عاملينه ستار كونكشن، ستار كونكتد، يعني دايما اي نود ما دام اوريدي عملت كونكشن للنت ديت ما اقدرش ان انا في نفس التشانل اعدي نفس النت مرتين، لمجرد يعني ما اقدرش اعدي نفس النت مرتين. فاحيانا بنحتاج في اللاي اوت الفيتشر بتاعت ان احنا نعدي النت نفسها مرتين بتو ديفرنت باسز. اخر حاجه في ديتيلد راوتر الهاندلنج بتاع السيميلر بينز على الاوبوزيت انترفيسز، دي كانت بتقابلنا مشكله ان احنا نهاندل الحته دي،
انه يكون في عندنا البنز على اليمين والشمال ممكن يكون نفس البن موجوده، فدي كانت تعمل مشكله، دي محتاجه جيت هاندل. واخر حاجه النود راوتر، زي ما قلنا ان احنا محتاجين نجرب الالجوريزم اللي لقيناه في الليتريتشر في الاخر وما لحقناش ان احنا نعمله، عشان ده اللي المفروض ان هو هيحل الدنيا. دي الريفرنسز اللي استعملناها كلها. تمام، شكرا جدا. طيب يعني كويس ان انتوا برضو التزمتوا بالوقت، لان انتوا ثلاثه كان المفروض تاخدوا اقل من 30 دقيقه بس اوكي تمام. فانا هبدا الاسئله، هبدا بدكتور عمرو طلعت. ليتس مي ان ميوت دكتور عمرو، اتفضل. سوري دكتور عمرو، تمام. عملت لي ميوت تاني كنت. معلش. كنت بقول لهم برافو، انتوا عاملين شغل كويس وممتاز، بس انا عندي شويه اسئله مش كتير. في الاول خالص انتوا عملتوا فيري جود موتيفيشن عن الفرق ما بين، او انتوا اتكلمتوا عن ان في اوتوميشن كويس في الديجيتال ومفيش اوتوميشن كويس في الانالوج، which I agree on. Yet لما جيتوا تشتغلوا انا ما شفتش الفروقات دي بانت خالص. يعني شورت سباس الجوريزم وير يوزنج ات ان ذا ديجيتال، الفرق الوحيد اللي انا شفته وانتم شغالين الفاريبل لينث شانل. هل ده الحاجه الوحيده اللي بتفرق بين الديجيتال والانالوج؟ هو لا في مثلا اتفضل يعني حضرتك تقصد في التول عندنا ولا عامه؟ لا في التول عندكم، ولو عايزين نحسن التول عندكم ده لسه هيجي، بس يعني نسال في التول عندكم في اي فرق تاني؟ هو مبدئيا الويث عندنا كله فاريبل، مش بس الديجيتال. ما انا ده اللي متوقعه ان الويث يبقى فاريبل، في اي فرق تاني بين الديجيتال والانالوج؟ اكيد، بس اكيد في التول عندكم في اي فرق تاني؟ اكيد الكونسيدريشنز اللي احنا واخدينها في الشورت سباس فايندر ريجاردنج الايزوليشن وريجاردنج الاوردر اللي احنا بنراوت بيه دي كلها ريليتد للتيبيكال انالوج لاي اوت راوتر. هو بيفكر اساينينج الميتال لايرز كمان، واهم حاجه المانهاتن راوتنج سكيم اللي هو مش موجود في الديجيتال. لا استنى بس منهات الراوتنج ايه اللي مش موجود في الديجيتال؟ استنى بس بشويش، استنى عشان ما تغلطش بشويش. لا منهات الراوتنج موجود في الديجيتال. اوكي يعني بيرفكتلي، يعني يو كان تشيك ات، يعني اكشولي ده السؤال بتاعي اللي هو طب ما ده منهات الراوتنج بس فاريبل، يعني ده سؤالي بالظبط. يعني يا جماعه ده الفرق بينه وبين الديجيتال، هو منهات الراوتنج بس دي فاريبل سايز او فاريبل شانل لينس. اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ ايوه مظبوط. الويث كلها مفيش ويث زي الثاني عندنا من اول لكل اخرها. صح. هي الفكره كمان يا دكتور ان يعني اعتقد ان الديجيتال اغلب الالجوريزمز اللي فيه بتكون بيزد على جريد او كده. احنا بالزبط. عندنا موضوع كانت مشكلته ان احنا عشان نعمله variable widths ويكون بمينيمم دي ار سي، فكان بيحتاج انه يكون gridless algorithm او كده. بس انت لا فاهم ان انت اشتغلت grid بعد كده في ال detailed routing، في جزء من detailed routing في الحته بتاعت النودز ده، لان فعلا كان في يعني كان ما كانش في حاجات خالص في الليترتشر لقيتها بتتكلم على حاجه gridless. بس في الجزء اللي فوق ده او الجزء اللي هو بتاع التشانلز بس توصيلة البنات وكده، ده ما كانش جريد، ده كان بيشتغل على المينيوم دي ار سي والويتسز بس بالارقام المحسوبه والجايه من الشورت سباس على طول يعني. اوكي لا انا بس وجهه نظر تقدروا تعتمدوا بشكل اعلى على ديفرنت تكنيكس من الديجيتال، بس تخلوها في الويتس، ده كان هيريحكم، كان هيطلع لكم افكار كتير وهيخليكوا تبقوا اسرع في امبلمنتيشن حاجات. اكيد. ما تاني حاجه احنا ما شفناش يعني انتوا وريتونا اكزامبل في الاخر صغير قوي، بس ما وريتوناش اي حاجه ليها علاقه، ما اعرفش ده ليها علاقه بالوقت طبعا، اي حاجه ليها علاقه بالتشالنجز اللي انت قابلتها في الكودنج وكده، وانا شايف السبيد معقوله. ما هو للاسف فعلا يعني كان في تشالنجز كتير، بس
يعني كان عشان الوقت الوقت ضيق فما لحقناش ان احنا نتكلم فيها. طيب السؤال المهم you care about time more than you should، عارفين كده؟ ده حقيقي، خصوصا ان احنا عندنا اغلب يعني اغلب الحاجات ديت هنلاقي ان احنا يعني مش محتاجه يعني مش كومبلكس قوي، او الحاجات دي مش بتاخد بروسيسنج كتير قوي عشان خاطر تطلع. ده بالظبط الاهم كده، ان احنا بنعمل راوتينج مره واحده، فلو هنقعد نعمل الراوتينج ده 12 ساعه وهنعمله مره واحده بس هيعدي. انت دايما بتكير في التايم في الحاجات اللي هي اقرب للريل تايم ستاف، لكن انت بالنسبه لك بلم التايم والكومبليت، يعني انت انا يهمني هنا الميموري او الميموري ليميتس وهتقدر توقف امتى، وانت كتبتها تحت خالص في الاخر 500 في 500 خلاص كتبتها تحت كده خطوه كلمه صغيره قوي اهم من التايمينج. كات تولز في انواع، بس انا هنا يهمني لان ده بيتعمل مره في الديزاين فيز مش بيتعمل كل يوم، فاهمني؟ فالديلي بتاعكم مش مهم قوي، يعني هنا يهمني الميموري، البروسيسنج او الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي اهم بكتير من التايم. طيب هاو ماني الجوريزمز احنا عملناهم هنا؟ طب ازاي هنحسب دول؟ انا انتوا بتبنوا كات تول، موضوع الميموري محتاجين ان احنا نقارن بتول اوريدي موجوده في الليتريتشر، او محتاجين ان احنا نشوف لو بالنسبه للتايم هنشوف الافريج تايم اللي بياخده اللاي اوت انجينير عشان يعمل حاجه زي كده. بس طبعا هيبقى هناخد انتو كونسيدريشن الباراسيتكس اللي طالعه من هنا واللي طالعه من هنا، فيعني لا مفيش باراسيتكس، ده التايم ملوش علاقه بالباراسيتكس. باشمهندس طيب في الاول خالص عارفه ازاي ممكن نقارن حاجه بكده؟ ازاي نقارن ده؟ عارفه ازاي ممكن نقارن ده بده بده؟ يعني ازاي نقدر حد فيكم فكر طب انا دلوقتي بستخدم ده ال 10 نودز يا ترى التايم بتاعي هيروح فين لو بقوا 100 نود، ويا ترى التايم بتاعي هيروح فين لو بقوا 10000 نود؟ هو هنحتاج نحسب الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريزم. بس خلاص دي اللي كانت المفروض تقفلوا بيها البرزنتيشن، وانتوا عندكم تو يعني الجوريزم تقريبا اللي هو الالجوريزم بتاع الدايكاسترا والالجوريزم بتاع الديتيل. ما هو زي ما حضرتك قلت الكومبلكسيتي بتاعت الكومبليت تول او بتاعت افري الجوريزم فيها. هو زي ما حضرتك قلت احنا يمكن برضو يعني احنا كان باين ان احنا بنكير اباوت تايم، بس حته الكومبلكسيتي دي لما جينا نحسبها فكرنا لقينا ان عدد المستحيل يكون دكتور قوي لدرجه انا كنت ميوتد ما كنتش عارفه اتكلم خالص، وكنت هقول فعلا كومبلكسيتي، فانا بعتذر لحضرتك يا دكتور. لا مفيش مشكله خالص، بس ده مهم لان انتوا لو هتحاولوا تنشروا الكلام ده اول حاجه هيقولها لكم كويس كومبلكسيتي كام او كومبلكسيتي بيج اوبت اكول. ليه؟ لان ده الحاجه الوحيده اللي هتقول انا هقدر اوصل لغايه فين، انا هقدر اشتغل لغايه فين، او الكمبيوتر بتاعي شكله ايه. اوكي صح، او كومبيتيشنال يعني كومبلكسيتي بتاعت شكله ايه. اوكي خلاص انا مش هسال اكتر من كده. دكتور حسن اتفضل. تمام شكرا دكتور عمرو. هو انا بس عايز ااكد كمان قبل ما اروح لدكتور محمد عبد الغني، هو انتوا هل انتوا شايفين ان الديجيتال انالوج الفرق الويث بس؟ يعني اعتقد في فاكتورز انتوا عارفينها اوريدي زي الماتشنج الحاجات دي كلها. لا في فاكتورز ثانيه اكيد which is actually burden، يعني البردن الاساسي ان احنا ما عندناش ستاندرد سيلز، ما عندناش اند اور نوت زي الديجيتال كده والدنيا سهله. دكتور ما اصل التول بتاعتنا مش مركزه هنا على الماتشنج. طب انا عارف ده، بس هو كان دكتور عمرو بيتكلم هاي ليفل، يعني بيتكلم من هاي ليفل. اوكي ما اتوضح في السلايد فوق في الفول تول اوفر فيو انه في ناس للماتشنج والفلور بلاننج، يعني الكونسترينز متوزعه على التول كلها يعني. انا واثق انكم عارفين عايز، عشان كده بجاوبها بنيابه عنكم على فكره. يا ربنا يخليك يعني لو انا شاكك كنت سبتكم يعني، لكن انا عارف انكم عارفين. طيب دكتور محمد عبد الغني اتفضل. انا شايف الشغل ما شاء الله كويس، والميزه فيه ان هو بينتجريت ناس مع بعضها وهتسلموا شغلكم ده لحد. بس عندي سؤال هنا بقى، ساره لما اتكلمت على النود بيلدر قالت الانترفيسز مش مهتمين بيها، في الحته دي كنت عايز اعرف ليه مش مهتميه بالانترفيس. لا انا قلت الانترفيسز، لما جيت اتكلمت على النود بيلدر اوتبوت قلت بالنسبه للشورتست باث فايندر هو مش عايز يعرف الانترفيس اللي عليه البنز، ان هو بيعمل فيرتشوال الوكيشن للباث. لكن بالنسبه للديتيل راوتر هو عايز يعرف البن بوزيشن، وعايز يعرف الانترفيس يعني البن دي موجوده على اني انترفيس ليفت رايت توب بوتوم، كان هو مينلي اصلا بيassign بنز للنيرست انترفيس بتاعت النود. تمام اوكي. لما جينا نتكلم على الشورتست باث فيندر
وزعت السيجنالز على الميتال لايرز، هل في اختلاف في التطبيق ان انت تلاقوا الشورت باس اكوردنج للميتال لاير؟ ممكن حضرتك توضح السؤال اكتر؟ يعني هل بتاخده في اعتبارات في الميتال لايرز دي كلها ذا سيم ولا مختلفه وانت قسمت السيجنال عليها، فهل كده الشورت باس بتختلف نتيجه الميتال لاير ولا لا؟ ولا بتطبق نفس الالجوريزم وات ايفر الميتال لاير؟ اوكي، هو ده معتمد على الشانل استيميتر ان بارت، لانه التيبيكال كيس في بلوكس ممكن ميتال لايرز تبقى افيلبل فيها اللي هو التوب قوي اللي هو اول اثنين مثلا، في بلوكس ممكن تسمح ان التوب 2 ميتالز يعدوا من فوقها، وبالتالي الشانل استيميتر هيطلع تو اوتبوتس مش اوتبوت واحد او تو ماكس، هيجروب الشانلز او اللوكيشنز اللي نفس الميتال لايرز بينفع يمشي فيها في الجروب، والجروب الثاني اللي الباقي ينفع يمشي فيه، بالتالي اللي هيترتب عليه الشورت سبارس فايندر لازم يشتغل على الاثنين. احنا بنأسيوم في التول بتاعتنا وبنأسيوم في الفلو اللي احنا عملناه ان كل البلوكس بتفوربيد الميتال ستاك كله ان هو يعدي من فوقها، وبالتالي عندنا ديفينيشن واحد بس للراوتنج شانلز. لو ده اجابه لسؤال حضرتك. تمام. طب بس انتوا لما جيتوا اتكلمتوا على الفيوتشر وورك قلتوا ان انتوا مش حاطين اساس حاطينها في الفيوتشر وورك اللي هي الجراوند والسبلاي وماشيين مع بعض، وشيلد راوت ان انتوا برضو ما خدتوهاش في الاعتبار، مع ان دي حاجات اساسيه انا تخيلت ان انتوا لازم كنتوا خدتوها في الاعتبار في الفيرست فيرجن اللي انتوا عاملينها دلوقتي. اكيد، هو اول نقطه في الفيوتشر وورك في الشورت سباث انه ان هم يبقوا بيرد حتى لو هيمشوا لونجر باث، فدي كانت محتاجه وقت شويه ان احنا نقدر نايدنتيفاي سبلاي جراوند بيرز ده اولا، ثانيا ندمجهم مع بعض بحيث ان هم لازم يمشوا نفس الباث من غير ما واحد فيهم يروح في الطريق اطول او واحد فيهم يروح شانل ثانيه او ميتال ثاني اصلا، فدي كانت محتاجه شويه وقت. بالنسبه للشيلدنج فهو ان بارت متحقق بان احنا بنايزوليت السنسيتيف سيجنال اللي هي الفولتج عن الفيري نويز سيجنالز اللي هي الديجيتال كنترول، فهو ان بارت متحقق، والامبلمنتيشن بتاعها ان هو مش هياخد وقت لانه الشيلدنج هيبقى عباره عن ان احنا بنطرح ويدث اكبر بس للسيجنال اللي هو هيبقى الويدث بلس الدي ار سي بلس الويدث بتاع الشيلدز اللي حواليها، لكن ما قدرناش نعمل ده بشكل كامل لان الدي ار سي رولز بتاعت البي دي كي اللي كانت معانا كان في كذا رول ليها، وما كانش في وقت ان احنا نقدر نغطيهم كلهم واحنا بنintegrate التول مع بعض واحنا بنقفل الشورت سباس، لان الشورت سباس الجراف بتاعه الامبلمنتيشن بتاع الفي دي جراف بتاعه اتعمل في الاخر بعد ما الشانل استنيته خلص. تمام. طيب انا عندي بوينت، بما ان انتوا هتنتجريتوا مع ناس تانية زي ما انا شايف، هتعملوا تيست كيسز ازاي، او انتوا هتسلموا شغلكم مع ناس تانية ازاي؟ هتنتجريتوا مع بعض او متفقين ازاي هتعملوا تيستنج للشغل بتاعكم عشان تسلموه؟ هو احنا اوريدي عملنا تيست كيس ما بيننا وما بين عين شمس ان هم سلموا لنا الفلور بلان اللي هم كانوا عاملينه، لكن ما كان الداتا بتاعته كلها ما كانتش افيلبل، فما قدرناش نطبق عليه غير الشانل استيميتور الجوريزم. تاني بوينت بالنسبه لهنسلم مين، هو احنا اللي بنعمل الفيريفيكيشن، فاحنا اخر ستيب في التول زي ما حضرتك شايف في التول بلوك دايجرام. كمان البلوك راوتر اللي بيسلمه لنا هو الانترنال راوتنج بتاع الديفايسز في البلوكس، فهو بالنسبه لنا مش هيبقى فارق لو هو موجود او مش موجود، انا اللي بنتعامل معاه هو فلور بلان انالوج بلاك بوكسز على الباوندريز بتاعتها بينز، واحنا بنتعامل مع البينز دي. يعني انتوا لما هتيجوا تستلموا من زويل الجزء الريد اللي انا شايفه ده، هتستلموه على اساس ايه تعرفوا ان هم مسلمينكم حاجه صح؟ هو احنا هما المفروض ان هما يا دكتور بعد ما بيخلصوا الانترنال راوتنج عندهم بيعملوا فيريفيكيشن، وبعد كده بيتفقوا مع تيم الفلور بلاند بتاع عين شمس. احنا بنستلم في الاخر الفلور بلاند بس از ا بلاك بوكس، يعني المفروض ان هو يكون اوريدي فيريفايد. بناخد الداتا بتاعت الفلور بلاند ديت وبنبدا ان احنا نعمل الجلوبال راوتنج ليها ونفيريفاي في الاخر.
تمام. طبعا حضرتك شايف كده البلوك راوتر بيفيد باك مع الماتشنج باترن، لان هو التو بلوكس دول يعتبروا هم الهيراركي اللور، يعني اللور هيراركي في الديزاين، والفلور بلانر بيفيد باك مع الجلوبال راوتر اللي يعتبر التوب هيراركي. الراوترز بيفيد باك مع الفيريفيكيشن. هي ممكن كانت تبقى اوضح اكتر شويه لو قلنا ان البلوك راوتر بيفيد باك مع الفيريفيكيشن الاول، وبعد كده اللوب بتتنقل للتوب هيراركي ان هو يكمل الفلور بلان ويعمل الراوتنج ويفيريفاي التوب راوتر. تمام يا شباب. انا بالنسبه لي كده تمام، از انف فور اسئله اللي عندي. جود لك. تمام، شكرا يا دكتور محمد. طيب كده تمام. هل دكتور عمرو عنده اي اسئله تانية؟ لو انا بس هديله المايك. تمام. تمام دكتور عمرو، هل عندك اي اسئله تانية؟ طيب هو شكله اوريدي داخل باكونت تاني. طيب بس ده على كده يا شباب، احنا الحاجه اللي هنعملها، يعني بنمسي لكم جدا طبعا على البرزنتيشن وعلى رد الاسئله. هنعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه الاودينس هيخرج، يعني اي حد غير المشتين بتاع المشروع هيخرج.